أنت إذا تعاملت مع الله تعالى بهذا التعامل سارعت رحمة الله تعالى مغفرته إليك. ولذلك لا يجوز لأحد أن يسد باب المغفرة على الآخرين. ما يجوز لأحد أنه يقول للناس لن يغفر الله لكم ولا أنت معاصيك كثيرة ولن يقبلك الله إليه، هذا حرام. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلين من بني إسرائيل أحدهما كان عابدا صالحا والثاني كان على معصية وعنده أنواع من الفسق، فكان هذا الصالح العابد يخرج من مصلاه ويمشي ثم يمر على أخيه وإذا أخوه على معصية فيأمره وينهاه، فإذا أمره ونهاه قال له أخوه دعني وربي، دعني يعني ما لك شغل فيني، ما لك دعوة، لا تنصحني، دعني وربي، أنا وربي نتفاهم، دعني وربي. فكان كلما مر به قال له ذلك. هذا الطائع وقع في قلبه عجب بعمله، وإني أنا صاحب طاعة وعبادة واستغفار وأخي هذا على معصية. فمر يوما هذا الطائع بهذا العاصي وإذا هذا العاصي على معصية، فقال له هذا الطائع العابد قال له انتهي عما تفعل، لا تفعل كذا وكذا. فقال له ذلك العاصي دعني وربي، دعني وربي. فقال هذا العابد والله لا يغفر الله لك. فقبل ما يسمع ذلك العاصي الكلمة سمعها الله في السماء، وقال الله تعالى عندها من ذا الذي يتألى علي، من هذا اللي يتحكم فيني، من هذا اللي يتأمر اني اغفر لفلان واترك فلان، انت اللي تتحكم، انت اللي تحدد الله يغفر لهذا ويترك هذا، من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له واحبطت عملك. يقول راوي الحديث ابو هريرة قال كلمة اوبقت عليه دنياه واخرته، له لتمتع في الدنيا بما يتمتع به الناس من معصية، ولا هو الذي ايضا جعل له حظا في الآخرة، أوبقت عليه دنياه وآخرته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح للناس أبواب الرحمة. يقول أنس رضي الله عنه كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقبل إليه رجل قد كبر سنه يجر خطاه، قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر. الواحد لما يكبر يبدأ يترهل الجلد حتى يبدأ الحاجب يميل على العين من شدة الكبر. أقبل يتكئ على عصا حتى أقبل فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقف لم يقل يا رسول الله ادعو لي بحسن الخاتمة أو دلني على عمل أختم به حياتي أو أنا عندي وصية بنصف مالي أو بكل مالي أو بالثلث أريد أنك تحدد أي سبيل أصرفه فيه، لا. وقف هذا الرجل وهو عنده تاريخ أسود بينه وبين الله، تاريخ مليء بالمعاصي والفجور والجرأة، وقف يتكى على عصاه ثم قال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم، فهل لذلك من توبة؟ يمديني أتوب؟ في مجال أتوب؟ أم أن الله سيقول لي لماذا ما تبت وأنت شباب؟ يعني لما كبر سنك وأصبحت ما تستطيع أنك تفعل معاصي من كبر السن وجسمك ما يساعدك جئت الآن تقول أبتوب؟ هل يا رسول الله الله بيقبلني وأنا جئت وصلت متأخر وجئت متأخر بعد ما أخذت من الدنيا ما أريد جئت أتوب الله بيقبلني؟ أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم، فهل لذلك من توبة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإذا أول مرة يراه في المسجد، ما يعرفه ولا يعرف اسمه، عمره ما جاهد معنا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق، عمره ما جاءني يتصدق فأعرفه، ما يصلي معنا في المسجد. فقال له عليه الصلاة والسلام هل أسلمت؟ أنت مسلم ولا لا؟ هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام قد غفر الله لك ذنبك. قال غفر لي؟ قال نعم. قال
وغدراتي وفجراتي، أنا عندي معاصي يمين ويسار وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك يقول أنس. فقال الرجل الله أكبر الله أكبر، ثم ولى ظهره ماضيا يقول فلا نراه ولا نسمعه إلا يقول الله أكبر الله أكبر حتى غاب عنا. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يدني العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستر عن كل الناس، ثم يقول له يا عبدي هل تذكر معصية كذا وكذا؟ فيقول نعم أذكر. وتذكر معصية كذا وكذا؟ فيقول نعم أذكر. وتذكر معصية كذا وكذا؟ تذكر لما ذهبت إلى كذا وفعلت كذا، وتذكر لما نمت عن الصلاة، وتذكر لما صرخت بوالدك، وتذكر لما سرقت المال ذلك اليوم، وتذكر لما أخذت كذا من الدكان ولا حاسبت، وتذكر ذلك اليوم فلان اللي مسكين ما يعرف يعد ولعبت عليه بالفلوس، وتذكر لما شربت خمر ذاك اليوم، وتذكر لما. وهو يقول أذكر أذكر حتى إذا ظن أنه هالك قال الله تعالى له فإني قد سترتها عليك في الدنيا. الناس ما دروا عنها في الدنيا، سترتها عليك، وبالتالي أنت مت والناس يقولون الله يذكرها بالخير، بيض الله وجهه، لأنه ما يعرفون هالمعاصي عنك. فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيقول هذا العبد يا ربي فإن لي معاصي لا أراها هنا. يبدأ يتذكر معاصي صغار يريدها تدخل في المغفرة. فإن لي معاصي لا أراها هنا، فيقول الله تعالى وأغفرها لك. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العبد مات شهيدا في آخر الحديث مثلا، حتى يعني نعرف السبب ليش الله غفر له، ما قال في آخر الحديث وهو من الشهداء مثلا، أو قال وهو قد وصى وصية ببناء مسجد. فنقول نحن إذن المغفرة سببها كذا، ما ذكر شيء في الحديث، فلا تستطيع أن ترجع ذلك إلا لقوله عليه الصلاة والسلام ورحمة الله تسبق غضبه، رحمته تسبق غضبه، حلمه يسبق عقوبته. لما رجع